Kıyaf Global İstanbul Beylikdüzü'nde faaliyet gösteriyor. Emlak sektöründe hizmet veren firma, yurt dışından gelen müşterilerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Firma ayrıca Büyükçekmece Güzelce'de 20 bin metrekare üzerine kurulu arsada deniz manzaralı lüks 30 villa inşa ediyor. Bizler de firma sahibi İbrahim Afiyaf'tan Türkiye'deki çalışmalarını dinliyoruz. أنا إبراهيم الأهيف قدمت إلى تركيا في 2014 كنت أزور سياحيا ثم قررت العمل في تركيا وفتحنا شركة وكان مقرها في إسطنبول وبدأنا في الاستثمارات العقارية ثم حصل في تغيرات ونقلنا المكتب إلى هنا أصبحت أهيف جلوبال خلال هذه السنة طبعا نحن لدينا معرفة كاملة بالتطوير العقاري في بالنهضة العقارية الموجودة في تركيا بالكامل خلال السبع الثمانية سنوات هذه الموجودة وشاهدنا الحقيقة من أقوى دول العالم في القفزات العقارية هي تركيا خاصة إسطنبول ونحن تجار نبحث دائما عن الأماكن المريحة وذات الاستثمارات الناجحة والعوائد الجيدة والحقيقة تركيا لها أنظمة جيدة ممتازة شجعتنا على القدوم وتأسيس الشركة والتوسع فيها. Ticaret adına tüm avantajların Türkiye'de mevcut olduğunu belirten İbrahim Afiyaf, Körfez, Yemen ve Afrika ülkelerinden müşterilerine hizmet verdiklerini dile getiriyor. بالنسبة لشركة أهيف جلوبال هي عبارة عن مجمع أو تجميع لأنشطة مختلفة في مكان واحد تحت غطاء واحد وهو أهيف نحن لدينا خبرة كبيرة في العمل في الخليج والعمل في اليمن وبعض الدول الإفريقية فاخترنا أن تكون تركيا مقر لأن تركيا لديها بنية تحتية كبيرة في التجارة وفي الصناعة رافق ذلك أنظمة استثمارية حكومية رائعة تسهل العمل وتسرع في الإنجازات وتحقق الأهداف والحقيقة أنه الآن فرصة كبيرة في تركيا للناجحين أنه يأتوا إلى تركيا ويجعلوا أعمالهم هنا أو مركزها هنا يستفيدوا كثير الحقيقة نعم تركيا دولة ناهضة في العمل التكنولوجي وفي التوسع في التقنية ليست من الدول المتقدمة في العالم لكن الآن هذه النهضة نحن نسير معها step by step خطوة خطوة بما يتناسب والقدرات الموجودة نحن نعاني الحقيقة في هذا الجانب لكن الحق يقال أن تركيا قفزاتها سريعة في هذا المجال خاصة هذه السنتين الأخيرة صار في قفزات مرة كبيرة نحن الآن تسويقنا يعني عبر الوسائل التقنية الحديثة مثل السوشيال ميديا مثل القنوات الأخرى عرفت وهذه كلها الحقيقة تركيا الآن في نهوض سريع ونحن ممنونين جدا ومبسوطين جدا ونتوقع أن المستقبل سيكون أفضل بإذن الله نعم الحقيقة أن تركيا وقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان في تحسن مستمر والعمل التجاري طالما أن دولة تركيا أصبحت موقع جذب للمستثمرين تمام يتوجب هذا عمل إدارات جديدة تتابع هذه الأعمال وتسهل على رجال الأعمال على سبيل المثال مثلا الآن رجل أعمال يريد أن يدخل يستثمر مليون دولار ينبغي فكرتي أنا يعني أو اقتراحي ينبغي ألا نلزمه بعقار فليعمل مباشرة وليثبت لنا أنه أدخل مليون دولار إلى تركيا ويبدأ يعمل في عمله التجاري هذا يستحق الجنسية بينما لو عطلنا وقلنا له لا اذهب واشتري عقار وعطل جزء من رأس مالك سوف يشتري يعطل إنما رأس المال بالكامل لن يعمل في البلد والرأس المال العامل خير من تجميده في العقار وأنا أعمل في العقار لكن أقول لك أنه العمل التجاري أفيد وعائد أفضل لأنه يعود على المجتمع سريعا بينما العقار يعود ببطء ويتميز العمل التجاري أنه لا يجمد رأس مال الأخوان الخجيين أو التجار أو المستثمرين القادمين إلى تركيا يحبذ العمل التجاري أكثر من الجمود في العقار فأما أنظمة الإقامة فهي الموجودة هنا كلها تقليدية الحقيقة تحتاج إلى تحسين تحتاج إلى الاستفادة من خبرات بعض الدول الموجودة في بعض الدول العربية خاصة في دول الخليج عندهم تميز كبير جدا في عمل الإقامات في السيستم اللي هو
يعني سمارت سيستم من أجل إقامات من أجل معاملات وإلى آخره، يجب أن يشعر المستثمر أن هذه بلده الحقيقية، وهذا هو الحاصل الحقيقي. نحن جئنا إلى تركيا ونحن نشعر أن هذا بلدنا، بلد الإسلام، بلاد المسلمين وإخواننا الأتراك، ونحن الآن أصبحنا أتراك لأننا ننتمي لهذه البلد. والله إحنا خلال 5 سنوات بإذن الله نفكر أن نكون نحن رقم 1 في تركيا في التطوير العقاري بإذن الله. الرؤية عندنا نكون خلال 5 سنوات نكون رقم 1 في تركيا في التطوير العقاري. نحن نسير ستيب باي ستيب، إنما عندنا رؤية الحمد لله، عندنا ويب سايت، نعم عندنا موقع على الميديا، عندنا في السوشيال ميديا بالكامل موجودة في جروبر، وعندنا مشاريع نسوقها، وعندنا مشاريع نقوم بها الآن، نعم وإحنا موجودين. نعم مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكم في تركيا.